أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في بكين اليوم الخميس. أشار الرئيس الصيني إلى أن العلاقات الثنائية بين الصين وأذربيجان تطورت على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وهما تواصلان تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون في مختلف المجالات في الوقت الذي تتفق فيه استراتيجيات التنمية الصينية مع الاستراتيجية الأذربيجانية. وقال إن الصين ترغب في العمل مع أذربيجان على تعزيز التواصل في السياسات والتحام استراتيجيات التنمية، وذلك من أجل إثراء مضمون علاقات التعاون الودي بين البلدين باستمرار. وأضاف أن البلدين يلتقيان في كثير من المواقف المشتركة أو المتشابهة التي تخص عددا من القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية المهمة. ومن جانبه قال علييف إنه يتفق تماما مع تقييم الرئيس شي الإيجابي لعلاقات البلدين. هذا واتفق الرئيسان على قيادة تطوير العلاقات الصينية الأذربيجانية بشكل سلس ومضطرد، وذلك من أجل استمرار استفادة الشعبين من المنافع. وبعد المحادثات وقع الرئيسان على البيان المشترك القاضي بتطوير وتعميق علاقات التعاون الودي بين الصين وأذربيجان، كما حضر التوقيع على مذكرة التفاهم لدفع بناء الحزام الاقتصادي على طول طريق الحرير بين الصين وأذربيجان، إضافة إلى سلسلة من وثائق التعاون في مجالات التجارة والطيران المدني والتعليم والنقل والطاقة وغيرها. وكما التقى رئيس مجلس إدارة الصين لي كوتيان اليوم الخميس في الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في قاعة شعب الكوبرا ببكين، حيث عبر الجانبان عن رغبة البلدين في تعزيز الثقة السياسية والتعاون المتبادلين. خلال اللقاء قال لي كوتيان أن الصين وأذربيجان ظلتا تصران على الاحترام المتبادل والمساواة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما جعل العلاقات الثنائية تتطور باستمرار. هذا وحافظ البلدان على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وأحرز التعاون الثنائي نتائج مثمرة. كما أشار لي إلى أن الصين وأذربيجان تشهدان حاليا مرحلة حاسمة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن الصين مستعدة لتبادل استراتيجية التنمية مع الجانب الأذربيجاني وبذل الجهود في استكشاف إمكانية التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة وغيرها من المجالات. كما ترغب الصين في تعزيز التعاون في تقوية قدرة الإنتاج وبناء البنية التحتية وتقديم دعم لعملية التصنيع في أذربيجان. وأضاف لي أن الصين أيضا مستعدة لتعزيز التبادلات الثقافية من خلال دفع التعاون في التعليم والثقافة والسياحة. ومن جانبه قال عليف أن أذربيجان تحرص على العلاقات الودية مع الصين وترغب في تعزيز التبادلات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وترحب بالشركات الصينية للاستثمار في بناء المصانع في أذربيجان والمشاركة في بناء البنية التحتية ودفع التعاون في مجالات التكنولوجيا العالية والثقافة. كما ستعمل أذربيجان بنشاط على توفير الدعم السياسي والتسهيلات الممكنة. أقيم أمس الخميس في العاصمة السويدية ستوكهولم حفل توزيع جوائز نوبل لهذا العام، حيث فازت العالمة الصينية يويو بجائزة نوبل للطب بفضل استكشافها لمادة الأرسمينين. ألقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة نوبل في بداية الحفل كلمة عبر من خلالها عن ترحيبه الحار بالفائزين الذين حضروا الحفل، وقد ارتدت العالمة الصينية تو يويو تنورة أرجوانية وجلست مع الفائزين الآخرين. وبعد اطلاع ممثلي لجنة نوبل على إنجازات تو يويو والفائزين الآخرين وهما ويليام سي كامبل وساتوشي أومورا، قام الملك السويدي كارل السادس عشر جوستاف بتسليم الشهادات والجوائز والمكافأة لهم، حيث تردد تصفيق حاد في القاعة. وفازت العالمة تو يويو بجائزة نوبل في الطب بفضل استكشافها لمادة الأرتميسينين في الطب التقليدي الصيني الذي يستعمل في مكافحة الملاريا،
وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها علماء صينيون في مجال الطب على جائزة نوبل بفضل متابعتهم لبحوثهم داخل الصين، كما أنها الجائزة الأعلى من نوعها التي تحصل عليها الأوساط الطبية الصينية. يذكر أن قيمة جائزة نوبل في الطب لهذا العام وصلت إلى 8 ملايين كورون سويدي، أي ما يعادل أكثر من 900,000 دولار أمريكي. الجدير بالذكر أن تويويو ستحصل على نصف قيمة هذه المكافأة، أما الفائزين الآخرين فسيتقاسمان النصف الآخر من قيمة الجائزة. وقالت لجنة جائزة نوبل إن الأمراض الناجمة عن الطفيليات قد أقلقت الإنسان منذ آلاف السنين، حيث شكلت قضية صحية خطيرة في العالم بأسره، مشيرة إلى أن استخدام مادة الأرتسمينين التي اكتشفتها العالمة تويويو في عملية العلاج ضد الملاريا خفضت معدل الوفيات بين المصابين على نحو كبير. تعد الملاريا وباء خطيرا يهدد حياة الناس، وهي أدرجت من قبل منظمة الصحة العالمية ضمن العلل الثلاث التي تتميز بأعلى معدل وفيات بالإضافة إلى الإيدز والسرطان. وقبل استكشاف مادة الأرتسيمينين وانتشارها، كان عدد الذين يصابون بالملاريا سنويا في العالم يصل إلى حوالي 400 مليون شخص، حيث يتوفى منهم نحو 1 مليون شخص على الأقل. والفريق بقيادة تويويو استوحى من كلاسيكيات الطب الصيني التقليدي واستكشف مادة الأرتسيمينين أولا مع طرح طريقة الاستخراج. هناك كنوز وفيرة في العسل القديم. مع استمرار التقدم من التكنولوجيا الحديثة، علينا إعادة معرفتها بشكل أعمق بواسطة العلوم الحديثة. وهذا مسؤولية تلقى على أعتقنا وعلى أعتق الجيل الجديد من العاملين في مجال التكنولوجيا، من أجل استكشاف المزيد من الأدوية العلاجية التي تستفيد منها شعوب العالم. حسب الإحصائيات التي أوردتها مجلة بريطانية ذات شهرة كبيرة، فإن معدل الشفاء الذي توفره الأدوية المجمعة المحتوية على مادة الأرتسيمينين بلغ 97%. وقالت منظمة الصحة العالمية إن معدل الوفيات في دول إفريقيا مثل تنزانيا وزامبيا انخفض كثيرا، وأحد الأسباب المهمة في ذلك هو توزيع الأدوية المجمعة المحتوية على مادة الأرتسيمينين بشكل واسع. إن اعتراف العالم بأسلوب البحث العلمي للعالمة الصينية تويويو قد منح ثقة كبيرة وتشجيعا للمتخصصين الصينيين في العلوم الطبية، ولكن الاستفادة من المواهب الشخصية وهم يشاركون في العمل الجماعي لا يزال تحديا بالنسبة للكثيرين منهم. وقد تحدث رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية تاو شو تاو عن قلقه في هذا الشأن. علينا أن نولي اهتماما بالغا بالعمل الجماعي في الوقت الذي نهتم فيه بتشجيع الابتكار الشخصي، وكذلك نفكر في كيفية الاستفادة من القوة الشخصية من أجل تحقيق الهدف المشترك للفريق. في ظل النظام التكنولوجي الحالي نشجع العلماء كونهم يبتكرون بطريقة تعاونية، وإذا نستخدم القوة الشخصية بشكل صحيح في العمل الجماعي يمكن حينها لحكمة الفريق أن تصبح قوية في حل التحديات العلمية الرئيسية التي تعوق التقدم الاجتماعي. وهناك الكثير من الأشياء التي لا بد لنا من أن نفكر فيها. وبعد اختتام قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي المعقد في جنوب إفريقيا، قامت وسائل الإعلام الجزائرية وفريق من الخبراء بتحليل هذا الموضوع. حفيظ مصباح صحفي اقتصادي متخصص في العلاقات مع الصين بجريدة وقت الجزائر عبر عن وجهة نظره فيما يخص ثمار المنتدى. قامت أهم وسائل الإعلام الجزائرية بتغطية هذا المنتدى، حيث نقلت فعاليات قمة هذا العام التي كان مغزاها الأساسي يتمثل في تعزيز التطور القوي للعلاقات بين الصين وإفريقيا، حيث أعرب الطرفان خلال هذه القمة عن استعدادهما لإنشاء شراكة استراتيجية شاملة من أجل تنمية مشتركة تهدف إلى تعاون مربح للجانبين. وستشكل القمة فرصة للتباحث حول سبل الارتقاء بالتعاون الصيني الإفريقي إلى مستوى جديد في مختلف المجالات. أهم التدابير الرئيسية التي أعلن عنها الرئيس شي جين بينغ كانت إسناد مبلغ 60 مليار دولار لإفريقيا خلال 3 سنوات، وهذا في غاية الأهمية. لماذا؟ الجواب هو أننا على علم أن الأموال الصينية هي أموال طويلة الأجل تمتد من 25 إلى 30 سنة، بالإضافة إلى أن نسبة فائدتها منخفضة. لذلك تعتبر الصين حاليا
في وضع مالي مريح، وفي الوقت نفسه فأن أفريقيا في حاجة ماسة للتنمية، ونجد هنا أن هذه الفرصة مناسبة لكلا الشريكين للمضي قدما في عملية التنمية. أشار حفيظ مصباح إلى أن الضجة التي أحدثتها وسائل الإعلام الغربية حول ما يسمى بالاستعمار الصيني الجديد لإفريقيا ما هي إلا مجرد إشاعة كاذبة، كما صرح بأن هذه الإشاعات السلبية هدفها الوحيد هو تشويه صورة الصين بغاية استبعادها من السوق الإفريقية. إذا أردنا التحدث عن الاستعمار في الواقع فهو من أوصاف الغربيين. الجميع يعلم أن أفريقيا كانت مستعمرة من قبل الغرب، الصين لم تستعمر أي بلد من قبل. في الوقت الراهن هذه ليست مسألة الاستعمار بالمعنى التقليدي، ولكن في الواقع هي مسألة شراكة رابح رابح. فيما يخص اتهام رئيس الوزراء التركي روسيا بمحاولة إجراء إبادة جماعية شمالي سوريا من خلال الغارات الجوية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس الخميس إن الاتهام لا أساس له من الصحة. سمعنا افتراءات مثل هذه مرارا، وسمعنا هذه التصريحات خلال الأسابيع الأخيرة بشكل متكرر. قادة تلك البلد يشوهون صورة روسيا بشتى الأساليب وينشرون تصريحات غالطة لا قيمة ولا أساس لها من الصحة. وبما يخص دخول قوات تركية العراق، قالت زاخاروفا إن سلوك تركيا ينتهك القانون الدولي علنا، وقد عقدت الأمم المتحدة جلسة مغلقة بشأن القضية في إشارة لتحذير تركيا من عدم إجراء مزيد من الاستفزازات. عرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس عن أن بلاده لن تسحب جنودها المتمركزين في محيط الموصل شمالي العراق لأنهم من القوات غير المقاتلة. وفي المقابل أصدرت وزارة الخارجية العراقية يوم الخميس الماضي بيانا قالت فيه إنها قد اتصلت مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية الأخرى وعدد من الدول بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي في محاولة لتنسيق موقف المجتمع الدولي وتوحيده لإدانة نشر تركيا لقواتها في الأراضي العراقية. في الوقت نفسه طلبت الحكومة العراقية من جامعة الدول العربية عقد اجتماع وزاري طارئ بهذا الشأن. توجهت أمس الخميس 2 من طائرات الاستطلاع الألمانية تورنادو إلى تركيا للمشاركة في حملة مكافحة تنظيم داعش المتطرف. وقالت وكالة أنباء رويترز إنه ستكون هناك 4 طائرات استطلاع متوجهة إلى تركيا للمشاركة في مهمة مكافحة التنظيم المتطرف. بالإضافة إلى ذلك سترسل ألمانيا قوات تتكون من 40 جنديا إلى العراق لمساعدته في مهمة مكافحة التنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. هناك الكثير من الاحتمالات وغيرها من التدابير في مجال مكافحة تنظيم داعش المتطرف مثل التدابير السياسية والاقتصادية، أما الضربات العسكرية فهي من جانب واحد فقط. في الرابع من شهر ديسمبر الجاري وافق البرلمان الألماني رسميا على إرسال قوات ألمانية إلى سوريا لدعم المجتمع الدولي في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. وحسب نص القرار فإن الجانب الألماني لن يشارك في الضربات الجوية بشكل مباشر، بل سيكون مسؤولا عن حماية حاملة الطائرات الفرنسية وكذا تزويدها بالوقود. بالإضافة إلى ذلك سترسل ألمانيا 1200 جندي لدعم مهمة مكافحة التنظيم المتطرف في سوريا، وتعد هذه العمليات العسكرية أكبرها على الإطلاق التي تقوم بها ألمانيا خارج البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. في وقت سابق أرسلت ألمانيا أكثر من 100 عسكري وقدمت التدريب والمعدات لأكراد شمال العراق بشكل غير مباشر لمكافحة التنظيم المتطرف.
ذكرت وكالة رويترز للأنباء أمس الخميس أن قوات الحكومة العراقية هي في طريقها الآن إلى مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار بعد قتال عنيف مع مسلح التنظيم المتطرف، إضافة إلى تمكنها من القضاء على المسلحين التابعين للتنظيم المتطرف في قاعدة عسكرية ومنطقة بجنوب غربي الرمادي. هذا وقال مسؤول في قوات الحكومة العراقية إن عدد المسلحين المتطرفين المتواجدين في الرمادي يتراوح ما بين 600 و1000 شخص. فوفقا لما ذكرته شبكة CNN الأمريكية، فإن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أكد أول أمس الثلاثاء على أن مستشار الجيش الأمريكي سيذهب مع القوات البرية العراقية لاستعادة مدينة الرمادي، إضافة إلى اتخاذ تدابير عدة لتقديم الدعم في معركة الرمادي البرية. واختتمت الدورة 36 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج في العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس مع تسليط الضوء على أزمة سوريا والقضايا الإقليمية الأخرى. أصدر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبد اللطيف الزياني بيانا ختاميا للقمة، قال فيه إن الدول الأعضاء في المجلس ستواصل بذل جهودها في مكافحة تنظيم داعش. هذا وعقدت القمة في الوقت الذي تجمع فيه أكثر من 100 ممثل من الأطراف المختلفة لقوى المعارضة السورية في الرياض، وسلط قادة الخليج الضوء أيضا على الأزمة السورية. مؤتمر المعارضة السورية اللي في الرياض هدفه توحيد صف المعارضة السورية، تقوية موقفهم بالنسبة للدخول في أي مفاوضات من أجل حل سياسي مبني على مبادئ جنيف واحد. أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز السعود خلال القمة أكد على أن المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء الأخرى تواجه تهديد الإرهاب في الوقت الحالي، وقد جاء تأكيده هذا ردا على الانتهابات الغربية التي تقول إن السعودية تقدم الدعم للتنظيمات الإرهابية. كما أشار وزير الخارجية السعودي عادل جبير إلى أن السعودية لن تنأى عن بذل جهود في مكافحة الإرهاب وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مؤكدا على أنها ستواصل دعمها للمعارضة السورية. ونحن نأمل أن يستطيعوا أن يخرجوا من هذا المؤتمر برؤية موحدة لكي يستطيعوا أن يحركوا العالم من أجل فرض الضغوط اللازمة للوصول إلى حل سلمي، ولكن الدعم للشقة السورية المستمر. كما ناقش قادة دول الخليج القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل الوضع في اليمن والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي. هذا ومن المقرر أن تعقد الدورة القادمة لقمة مجلس التعاون لدول الخليج في العاصمة البحرينية المنامة في العام المقبل. نال 225 جنديا من الدفعة 11 من قوات حفظ السلام السرية في منطقة دارفور السودانية وسام شرف للسلام من الأمم المتحدة مؤخرا، بينما حصلت قوات الحفظ السلام السرية على جائزة المساهمة الخاصة وجائزة الهندسة النوعية. وقامت مراسم التكريم في معسكر الفرقة الهندسية لقوات حفظ السلام الصينية، حيث حضر قائد بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشترك في منطقة دارفور بول إنياس ميلا ورئيس التنفيذي في منطقة الحرب موسى وقادة قوات حفظ السلام الأخرى وأكثر من 270 من موظفي الأمم المتحدة. لقد عملت هنا مع جنود من الدفعات الثلاث من قوات حفظ السلام الصينية، وكان جميعهم قادرين على إكمال العمل بشكل جيد، وأتشرف بوجود قوات حفظ السلام الصينية هنا. جاء معظم الجنود من الدفعة الثالثة من قوات حفظ السلام الصينية في منطقة دارفور من منطقة جنان العسكرية الصينية، وتعتبر هذه القوات الفرقة الهندسية الوحيدة في منطقة دارفور. وقد أكملت هذه الفرقة تنفيذ أكبر مشروع محوري للنقل في مدينة نيالة ثاني أكبر المدن السودانية، و108 مشروع تضم مشروع بناء المطار وصيانته في شرق دارفور ومشروع نظام إمداد المياه في قبيلة رضا الغيض وغيرها من المشاريع الأخرى. جذبت طائرة تعمل بالطاقة الشمسية ورحلتها حول العالم اهتمامنا.
حيث بدأت الرحلة من العاصمة الإماراتية أبوظبي في مايو الماضي، كما أخذ مؤسس المشروع الطائرة إلى قاعة باريس أثناء مؤتمر التغير المناخي. جذب نموذج الطائرة اهتمام الجميع في جناح المعرض، وهو من طراز الطائرات التي تعمل بالطاقة الشمسية من فئة المحرك الشمسي الثاني، وهي أكبر طائرة عاملة بالطاقة الشمسية وأكثر تقدما في العالم. وفي الرحلة لا تعتمد الطائرة على الوقود الأحفوري تماما، بل يتم وضع أكثر من 17,000 لوح شمسي عالي الأداء لتوفير الطاقة النظيفة لأربعة محركات كهربائية على متن الطائرة. ويظن مصمم الطائرة برتران بيكار أن الرحلة حول العالم المقصود منها استكشاف ابتكار تكنولوجيا الطاقة النظيفة وإمكانياتها الهائلة من أجل تحويل مفهوم الناس حول التعامل مع تغير المناخ. دائما ما نظن أن التصدي لتغير المناخ غالي جدا، لكن في رؤيتي أن استبدال الطاقة عالية التلوث بالطاقة النظيفة مبهج وذو كفاءة اقتصادية، فمن الممكن استخدام التكنولوجيا في جميع المجالات لدفع التنميات الاقتصادية وخلق الوظائف والأرباح، وفي الوقت نفسه هذا نوع من نمط التنمية النظيفة لجلب الناتج المحلي الإجمالي بشكل نظيف. أصبحت التنمية المستدامة المنخفضة الكربون الدعوة الأساسية في هذا المؤتمر، وهناك الكثير من النقاشات حول موضوع استخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة سواء من قبل الحكومات أو الشركات الخاصة. ومنح بيكار لقب سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أثناء المؤتمر، حيث دعا بيكار جميع الأطراف إلى الاهتمام بتطوير سوق الطاقة النظيفة وإنشاء التشريعات المعنية بتحقيق الطاقة النظيفة وغيرها من خلال استخدام التقنيات في جميع المجالات. نحتاج إلى مساعي الحكومات لإنشاء التشريعات المعنية بتعميم التكنولوجيا، ولقد أسسنا النظام القانوني في مجالات الصحة والتعليم والعدالة والضريبة وغيرها، لكن لم يكن هذا التغير في مجال توفير الطاقة، فيجب أن يتغير هذا الوضع. نبقى في باريس، حيث قامت مراسلة تلفزيون الصيني المركزي بمقابلة خاصة مع خبيرة الأرصاد الجوية الألمانية هيكا هوبنير لتقوم لنا بتقييمها لمؤتمر المناخ هذا. وقد قالت هيكا إن تحمل الصين لمسؤوليتها بشكل جيد أثر فيها إذ قدمت التزاماتها وأهدافها لمؤتمر المناخ باريس. أعتقد أن التزامات الصين إشارة مهمة للعالم، وأن الانبعاثات التي يتسبب فيها كل فرد في الصين ليست مرتفعة مثل المؤشرات في البلدان الصناعية، مع أنها بلد كبير جدا. ومن حيث الانبعاثات الإجمالية تعد الصين أكبر متسبب في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، فتعتبر التزاماتها إشارة سياسية مهمة، ووفاء الصين بوعودها يعد خطوة مهمة جدا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه متفائل من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قوي وطموح في مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة. وقد التقى بان كي مون أمس الخميس مع ممثلين عن الجماعات المدافعة عن البيئة ليشكركم على عملهم مع دخول المفاوضات لمرحلتها النهائية. أعتقد أننا نقف في هذا الوقت في لحظة حرجة للغاية، وأنا متفائل بشكل معقول من أننا سنكون قادرين لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة على التوصل إلى اتفاق تغير مناخ عالمي وطموح جدا، الأمر الذي سيوفر حياة أكثر صحة وأكثر ازدهارا للبشرية والهواء النظيف لجميع هؤلاء الناس.
نجح فريق التصوير التابع لقناتنا في الجولة إلى إيران وباكستان في تصوير الأفلام الأخبارية من 9 حلقات خلال الأيام الأخيرة، ونبث اليوم حلقة ثانية لها تحت عنوان مترو طهران، نظام نقل سريع يخدم العاصمة الإيرانية. مع تطور الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، شهدت المدن الكبيرة تزايدا مطاردا في حركة المرور، الأمر الذي دفع كثير من المدن للتفكير في بناء المترو لامتصاص الازدحام. فبالنسبة لإيران فقد خططت لبناء مترو طهران في عام 1975، لكن بسبب الوضع في البلاد لم ينطلق التنفيذ الرسمي لهذا المشروع إلا في عام 1986. بعد منافسة شديدة شاركت العديد من الشركات الصينية في بناء مترو طهران. تعد طهران مدينة عالمية يبلغ عدد سكانها 14 مليون شخص، وهذا العدد خلق مشكلة الازدحام المروري. ولمواجهته تأسست شركة السكك الحديدية لتحمل مسؤولية بناء مترو يربط بين مركز طهران وضاحيتها، لكن المشروع علق لسبب ما. وفي عام 1985 بدأت الحكومة الإيرانية مجددا دراسة جدوى لبناء مترو طهران، ونفذت التخطيط الجديد عام 1986. وفي عام 1991 أطلق هذا المشروع مناقصة دولية شاركت فيها شركة الصين الدولية للائتمان والاستثمار وشركات أخرى فرنسية وروسية. وبعد منافسة شديدة فازت الشركة الصينية بالمناقصة. وبعد سنوات من البناء تم تشغيل الخط الأول والخط الثاني في مارس عام 2006 ليكون ذلك دليلا جديدا على السرعة الصينية. تمت مقارنة المعايير المختلفة مثل الجودة والتجربة والأداء وبالطبع السعر مقارنة مع الشركات والمجموعات المختلفة. نعتقد أن شركة الصين الدولية للائتمان والاستثمار هي أفضل خيار بالنسبة لنا، ونحن سعداء بتقديم المشروع. يجمع تصميم منصة مترو طهران بين الخصائص القديمة والحديثة في العمارة الإيرانية من رسومات وإضاءة وأيضا البلاط والرخام. يشمل مترو طهران 5 خطوط ويبلغ طوله 220 كيلومترا، ويبلغ متوسط عدد الركاب اليومي 1,600,000 شخص، وسعر تذكرة رخيص جدا أقل من نصف يورو. نسبة تعطل المترو منخفضة جدا ولا يتأخر قط، يأتي كل 5 دقائق وجودته عالية. الظروف الجغرافية الفريدة في طهران خلقت العديد من التحديات خلال عملية البناء، لكن شركة الصين الدولية للائتمان والاستثمار وشركة بيفان المحدودة للصناعات الدولية تمكنتا من تجاوزها وحصلتا على سمعة جيدة، الأمر الذي دفع الجانب الإيراني للتشاور مع الجانب الصيني عن تعاون مستقبلي. تكتشف جانبان إيراني والصيني نموذج تعاون متبادل المنفعة، وأعتقد أن التعاون بين الصين وإيران في قطاع بناء مترو هو تعاون مردي. مترو أنساق طهران الذي أنشأته شركة صينية يجعل إيران أول دولة تتمتع بوجود خط للمترو في الشرق الأوسط ودول الخليج، وهذا لا يساعد إيران على تحقيق حلمها فحسب، بل يساعد على إيران أيضا وحتى مواطنيها على معرفة الصين بشكل أفضل. CCTV طهران. ونهاية هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.